المسافه بين القاهره ومكه 1500 كيلو، بين القاهره والرياض 2000 كيلو. الكوبري ده كمان هينقل عليه خط انابيب البترول اللي جاي من المملكه العربيه السعوديه، هيحمل على الكوبري ويصل الى خط انابيب سومت ويصدر الى جنوب اوروبا. السعوديه بتصدر كل يوم لجنوب اوروبا 1.5 مليون برميل، الوفر في البرميل 1.5 مليون دولار، يعني في السنه ما يوازي 7 مليار دولار في نقل البترول بس من السعوديه لسومت في مصر لجنوب اوروبا. ايضا الاهميه الاستراتيجيه لهذا الكوبري، الكوبري ده وصل الأمة العربية، شرق الأمة العربية بغربها، وده مهم جدا لتحقيق الأمن القومي العربي، ومهم أيضا لحركة التجارة الإقليمية الخاصة بين مصر والخليج وبين الخليج وبين مصر وأفريقيا وأيضا أوروبا. وده كل المرور ده بيبقى فيه يعني برسوم. فإحنا أمام مشروع هيستغرق 3 سنوات ولكن العائد منه عائد اقتصادي أمني سياسي ضخم جدا، وتحقق الحمد لله بالأمس وبدأوا في دراسة الرسومات التفصيلية. لو اتكلمنا أيضا عن مشروع قناة السويس، واللي البعض بيتكلم عشان يعني نحبط، اللي البعض بيتكلم على أن هذا المشروع كلفنا 8 مليار دولار وإلا مشروع ما كانش وقته. أنا بقول لحضراتكم إن مصر المشروع ده أولاً حفر القناة كلف 20 مليار جنيه، شامل 4 أنفاق و4 صحرات لنقل المياه، 4 أنفاق عند إسماعيلية وبورسعيد، نفق للسيارات، نفق للسكة الحديد في كل مدينة، و4 صحرات تحت القناة لنقل المياه لسينا والربط سينا بالوطن الأم. اتكلف 20 مليار جنيه ما دفعناش احنا منهم ولا دولار. وانا مش عايز اقول الدوله اللي دفعتهم، لكن احنا ما دفعناش منهم. ولا دفعنا دولار واحد. والمراقب لاحتياط النقد الاجنبي في البنك يلاقي ان النقد الاجنبي قبل حفر القناه وبعد حفر القناه لم يتاثر الا بالعجز في الميزان التجاري اللي هو بين التصدير اللي بنصدره وبين الاستيراد اللي بنستورده. ظلت قناه السويس عبارة عن ممر مائي فقط. اليوم تحولت إلى مشروع تجاري صناعي. على جانبي القناة ستكون هناك مناطق صناعية دولية. الصين لها منطقة صناعية ضخمة، ملايين الأبدنة. كل الدول الكبرى ستنقل صناعتها هنا في وسط العالم. ودي تنمية المحور الأساسية. ده الهدف الرئيسي من ازدواجية قناة السويس، نستعد للاستثمار في تنمية قناة السويس. وجود الصناعات والمناطق الصناعية الدولية دي وخدمة السفن والملاحة ده بيأمن مصر ضد أي عدوان، لأن العدوان على القناة في الوقت ده أو على مصر بيبقى عدوان على العالم كله مش على مصر بس. فدي أيضا نقطة استراتيجية بتأمن أمننا القومي.